إيمان، شو هي الصورة يلي ما بتفارق بال إيمان أبدا؟ صورة بي وقت اللي تركت بيت بي. إلي كم سنة شفتها؟ من سنين. قديش بعيد عنك؟ ساعتين. ساعتين مسافة بينك وبين بيك وثمان سنين لا حس ولا خبر. شو السبب يلي وصل إنه بنت ما تشوف بي 8 سنوات؟ هربت من البيت. هربت من البيت؟ كنت بحاجة لحدا يعطيني حنان، لحدا يفهمني، لحدا يحس فيني. أمي ما كانت معي، كانت مع ستي بالبيت. كانت ستي تضل تقلي روحي مثلك مثل اخواتك، ابوكي ما بده اياكي غضبان عليكي. اي وقع كنت عم تهربي منه؟ كان قاسي. انت عم تقولي بي قاسي وبي ما عطاكي حنان، ليش صورته لكانه بتروح عن بالي؟ برغم كل شيء بضل بي، وانا بدي اياه يسامحني لانه هو رضا من رضا ربنا. اذا انا كنت غلطانه فيه سامحني، بس انا ما غلطت. وبي ما كان يسمح لنا نحكي مع امي ولا نشوف امي. كانوا منفصلين؟ نعم. وتعرفت على هذا الشخص على التليفون، تعرف علي وصار يعطيني اهتمام، يعطيني حب. قديش كانت مدة التعارف انت وياه؟ جمعة. جمعة واحدة؟ اسبوع واحد اخذتي قرار بالزواج من رجل ما بتعرفيه كرمال تهربي من الواقع اللي انا كنت فيه. اختي الكبيرة كمان تركت البيت، كان هو بده اياها جوزها، طلبها منه كذا مرة وهو ما عطاه. هي راحت معه خطيفة واتهم أمي فيها إنه هي اللي خلت إنه أختي تروح، كان سبب دشار أمي. هو أمك دفعت ثمن؟ دفعت ثمن هذا الشيء. أختك راحت خطيفة، طلق أمك نفس النهار. أنت كنت عارفة ردة فعله لما أختك راحت خطيفة، ليش كررتي نفس السيناريو وأنت عارفة عواقب وتداعيات هالخطوة بالذات؟ ما فكرت بشي، رحت وما فكرت بشي. أنا ما تفشت من البيت لأتجوز، تفشت لأرتاح، لأنه أنا كنت قصتني صغيرة على الجواز، ما شفت طفولتي يعني. أنتوا كم خي وأخت؟ نحن ثلاث بنات وصبيان. وكيف علاقة أخواتك كلهم مع بيهم؟ بتبرى منا الخمسة نحن وما بيحكي معنا. خمس أولاد؟ نعم. ما بيحكي معهم؟ لا. محمد وميرفت وفاطمة وعبد اللطيف وإيمان. بعد 8 سنين زواج كيف بتقيم الحياة الزوجية؟ أنت وزوجك كانت تستحق الحياة الزوجية هذه المخاطرة يلي أخذتيها واللي أدت إلى مقاطعة أب قاسي؟ لا. وين ساكن؟ طرابلس. حاولوا أخواتك يصالحوه؟ لا، ما حدا تجرأ حاول يصالحه، كانوا يفزعوا يروحوا لعنده. ظالم قاسي. ليش بدك تصالحي لكان؟ مشان ارضي ربي وارضي. او لانه ايمان بدها سند بحياتها الزوجيه. صح. اوف، هربتي من عذاب الى عذاب. لما تشتاقي له كثير كيف بتعبري له عن هذا الاشتياق؟ بحكي معه بصورته. حيا هي صورته. شو بتقولي له لما بتحكي معه؟ بقول له اشتقت لك. بقول له انت بيي. بقول له انا ما غلطت. بقول له انا جبرت اعمل هيك يا بيي.